حصتنا لهذا اليوم تقول: سنة من السنين صارت عركة بين أبو هلال هو شيخ وكبير السلف، وبين أخوه اسمه شباف على المشيخة والمضيف، وهاي السالفة حقيقية صارت بخمسينيات القرن الماضي، وانكتل بالعركة أبو هلال. ذيك الساعة هلال كان عمره 5 سنين من استولوا عمامة على حلال ومضيف أبوه، وبين هلال هو وأمه دهلاية صريفة بذنايب الهور، والسلف أم هلال طالبت بحلال رجلها وقيعانة وورث ابنها، بس ما حد انطاها شيء حتى من وسطة الشيوخ وسادة. شباث واللي هو حماها وعم وليدها كان يرفض، بس دهلاية أم هلال مرة معتبرة وسباعية، سكتت بس بقلبها النار متوجرة، وتحسبت رب العالمين وربت ابنها اللي طلعت بيه من الدنيا. ما تملك من الدنيا غير الحزن اللي بقلبها والشقص وابنها وبندقية تزوجها وياها حزام وشتافي في شق. قررت أم هلال تجمع البرد اليابس وتسوي قباية حتى تدرب هلال على السباحة بكل شتاء، وبذاك الجو البارد تشيل هلال وتشمره بالشط وتطلب منه يفوج بالمي، الحد ما تعلم هلال يفوج بالشط ويعبر بأيام البرد الأزرق. دهلاية كانت تباوع لابنها مثل الهلال، تشبر طوله يوم بعد يوم وش وقت يكبر. راحت أيام، اجت أيام كبر هلال. بليلة من ليالي البرد، وهي أول ليلي من ليالي ويريد، يعني جويريد، هاي الليالي تكون هي 50 يوم بنص شهر الواحد والثاني، نتهت أم هلال لابنها وقالت له: هوسه يا هلال الدم هسه تيبه. فعرف هلال أن أمه تريده ياخذ الثار من عمه شباث اللي كتل أبوه واحتل بيته ومضيفه. وهلال هم جاوب أمه بهوسه وقال لها: هالليلة شباث أقطع راسه. دنيا ليل هندس وباردة، ودهلاية ربطت وشدت هدوم ابنها وبندقيته والعتاد على راسه، وعبر هلال الشط، ومن وصل ذاك الصوب شاف أمه واقفة حذاه عبرت الشط سباحة وهي ترجف من البرد، وراح هلال المضيف أبوه اللي اغتصب عم شباث، وكانوا الكل نايمين لأنه الجو بارد وليل ليل الشتاء بارد. صاحت أم هلال: يا شباث هذا هلال يا شباث، الليلة الحصاد انبيدر الباث. طلع شباث ملثم متلفلف بهدومه من البرد، هو يرجف من الخوف. هلال حط شيله بصدر شباث وكتله. دخل هلال المضيف أبوه وشعل النار، والتموا كل أهل عشيرته وهم مصدومين من المفاجأة وهنانة. أم هلال هوست بباب المضيف وقالت: التموا يا خلق عندي لكم حجاية، كل ساعة اعلحقنا نودي مشاية، هذا هلال ابني وانا دهلاية، من شباث أخذ ثارة وثبت الثاية، بجويريد علمته على الفواية، شي نشمي عبر من غير قباية، هلال وهل بنص الليل يريد شباث وراسه. فشاهد سالفتنا ورباطها، الحقوق تريد حلوق وزلم نشامة، واحنا حقوقنا راحت وحلوقنا تعبت وفليساتنا انباقت وشبابنا تبهذلت، وولد الخايبة قاعدين على الرصيف لا شغلة ولا عملة، وإلى متى نبقى نندب حظمة هاي اللي ما نعرف بيها، ويراد كل واحد من عدنا يصير هلال ويوقف بوجه كل من ياخذ خيرنا ويوديه لغيرنا، والحق ما يضيع إذا كلنا تكاتفنا وصرنا إيد بإيد ووقفنا بوجه الظلم والعوز اللي يعاني من عند الشعب. والسكوت يا جماعة الخير ما من وراء فايدة، والعاقل يفتهم. وبسلامتكم.